لو تأذن لي يا مولاي أن أبدي وجهة نظري إزاء زيارة الإمبراطور، تفضل. من المؤكد أن زيارة الإمبراطور لأورشليم لا تعد زيارة عادية، ربما بسبب المقاومة التي أبداها بنو إسرائيل إزاء بناء معبد جوبيتر، وستكون بمثابة شوكة في عيون اليهود وأتباعهم. نعم، هي هكذا بالتأكيد. كم هم حمقى بنو إسرائيل عندما تصوروا أنهم قادرون على الوقوف أمام القوات العظيمة للإمبراطورية الرومانية، وأمام جبروت وعظمة وقدرة آلهتها. لو كانوا منذ البداية قد سمحوا بتشييد معبد جوبيتر ونصب تمثال الإمبراطور في معبد أورشليم لما قتل منهم هذا العدد الكبير. فالأمر الذي كان بالإمكان إتمامه بدون إراقة الدماء تم بعد 3 أعوام، رغم المقاومة الشديدة التي أبداها بنو إسرائيل ومقتل الكثير منهم. والأكثر حماقة منهم هم المسيحيون، لا أدري ماذا شاهدوا من إلههم المجهول كي يفضلوه على آلهة الروم العظيمة ويضحون بأنفسهم من أجله. فالإله الذي لا يعرف الإنسان شكله ولا يعلم أهو ذكر أم أنثى ولا يستطيع صنع تمثال له، كيف يمكن عبادته؟ لو كان إلها قويا لما كان عباده بهذا الضعف والذل. لا تزعج نفسك يا صاحب الفخامة، جنون الإنسان لا حدود له. حتى أنه لم يستطع الدفاع عن رسوله حيث صلبه جمع من اليهود. انظروا إلى عظمة وهيبة أبولون الابن القوي والمقتدر، وإلى ضعف وعجز ابن إلهي هؤلاء. يقولون إن الدين المسيحي الحقيقي لم يكن يعتبر عيسى ابن الله وإنما رسوله، وأن أحد المبلغين المسيحيين طرح موضوع الأب والابن بعد صلب المسيح ليجذب الرومان للدين المسيحي. لربما تعلموا من الرومان عندما أضافوا ولدا لإلههم. عفوا يا صاحب الفخامة، اجتماع اليوم مخصص لبحث عقائد المسيحيين، أم أن صاحب الفخامة ديوكريتيانوس دعانا إلى هنا لموضوع أهم؟ أحسنت، موضوعنا أهم بكثير من هذا الكلام. بالتأكيد زيارة الإمبراطور تحتاج إلى الكثير من الاستعدادات التي يجب أن نناقشها اليوم. زيارة الإمبراطور لفيلادلفيا يجب أن تتحول إلى ملحمة. أنت يا بروتوس العزيز. نعم يا مولاي. عليك إعمار كافة المعابد وانصب تمثالا لأغسطس في كل معبد. معبد أبولون، بلوتون، سيبلون، مريخ، ديانا وحتى ميترا، وفي كل مكان يطلق عليه اسم معبد وفيه إله يعبد إن كان رومانيا أو غير روماني. وأما أنت يا عزيزي سودينانوس، فأريد منك أن تنصب تمثالا جديدا للإله جيانوس فوق كل بوابة في المدينة، سمعت؟ بالتأكيد سأقوم. وأما مارتينوس رئيس جباية الضرائب فعليك إعداد هدية للإمبراطور تتناسب أيضا مع حجم العلاقة الودية بيني وبينه. كيف كما ضاعف من اليوم حجم الضرائب. كيف يا صاحب الفخامة؟ ما نحصل عليه يؤخذ قسرا من الناس. يا مارتينوس العزيز، هذه ليست روما، وهؤلاء المحكومون ليسوا ببشر، إنهم مجموعة من الحيوانات المحملة بالحليب الذي يجب أن يحلب. فاحلبوه إذن، أحلبوه. وأنت يا ديناسيوس العزيز، أريد إعداد المسارح بشكل جيد جداً
واجمع عددا كبيرا من الحيوانات المفترسة من الأسود والدببة، وكذلك عددا كبيرا من المسيحيين. المسيحيون لأي شيء يا صاحب الفخامة؟ أعلم أن الطبيب ذو روح شفافة، لكني أتعجب من أنك أصبحت بطيء الفهم. حسنا، سأسألك بأي شيء ستسلي الأسود والدببة الوحشية الإمبراطور. إنه واضح إن أرض فيلادلفيا يجب أن تروى بالدماء، دماء المسيحيين. غولوس: نعم يا مولاي. اذهب الآن إلى آدونيا وقل له أن يغير مكانه، ربما اعترف بلوتون تحت التعذيب. يعني بلوتون؟ نعم يا صاحب الفخامة، لو كان قد اعترف لكانوا قد اعتقلوا آدونيا حتى الآن. إنهم تعمدوا عدم اعتقاله وإبقائه حرا ليستفيدوا منه كفخ يؤدي إلى اعتقاله مع كافة أتباعه وفي مكان واحد. الحذر ضروري يا مولاي. اسمع يا غالوس، إن كان مقررا أن تعيش لوحدك مع أسد في قفص، عليك أن تكون حذرا قبل أن يخبرك العقل بذلك. انتبه لنفسك، قد يكون آدونيا مراقبا. سمعا يا مولاي. تعال يا شمعون، انتبه لهذا الحصان لحين ما أعود. سمعا. أريد التحدث مع ماثيوس بشأن أمر مهم. ابقى هنا. تحية لصاحب الفخامة، روحي فداك. من أخباره يا حسقيل؟ أراك مستبشرا. لقد تتبعته في البداية، شارك في مراسم حرق ذلك المسيحي، ثم ذهب إلى منزل والد ذلك المسيحي. انتظرني في الباحة لحينما أعود. أقبل يديك يا صاحب الفخامة. بالتأكيد يا صاحب الفخامة. روما وأثينا وأنطاكيا وكريت وقبرص وفلسطين وسوريا وحتى فيلادلفيا، لقد امتلأت كلها بالموحدين. مهما قتلنا منهم وعذبناهم ورميناهم في البحر وأمام الأسود الوحشية لم ينتهوا بعد. إنهم نفذوا حتى إلى داخل قصورنا نحن. ليس واضحا كيف نفذ هؤلاء الأوباش للقصر. يا جوليوس، إما إنك لا تفهم أو تتظاهر بعدم الفهم. ألم يقطع الإمبراطور ديميسيان بالسيف رأس ابن عمه فلابيوس كليمنس وزوجته فلابيا ديميسيا لكونهما مسيحيين؟ أكان هؤلاء أيضا من الأوباش؟ على هذا الأساس، أليس من العقل والمنطق أن نراقب البلاط؟ ماذا تقصد؟ عفوا، أنا لا أقصد أحدا بالذات، مع أنني مطمئن من أعضاء البلاط، لكني أوافقك هذا الرأي. صاحب الفخامة ماكسيميليانوس.
وأخيرا حضر الكبير المستشارين. أنا مستعد لأداء أي خدمة. تحية للحاكم ديوكليتيانوس، أستميحك العذر لتأخري، آمل أن تعفو عني. أين كان حتى الآن فخامة ماكسيميليان؟ ليس ممكنا إخفاء الحقيقة على فخامة الحاكم. ذهبت اليوم لزيارة أحد. لا، دعني أنا أقول. بالتأكيد ذهبت اليوم لمشاهدة مراسم حرق ذلك الشخص، أليس كذلك؟ حرق ذلك الشخص الذي أسقط تمثال الإمبراطور بدلا من السجود له، وأهان بقية الآلهة، أليس كذلك؟ صحيح ما قلت يا صاحب الفخامة. بالتأكيد أنك رأيت مشاهد مرعبة للغاية، فمشاهدة ألسنة اللهب ترتفع في وسط السماء وسمع صراخ وأنين مجرم يحترق في النار لا يعد أمرا حسنا. مشاهدة مثل هذه المناظر تدفع الإنسان للسير بشكل صحيح وترعب العدو، ولكن يا فخامة ماكسيميليانوس، هذه المشاهد تتكرر يوميا هنا، فهل من الصحيح عدم حضور اجتماع مهم بسبب هذه المراسم؟ سبب التأخير لم يكن فقط مشاهدة تلك المراسم، حيث ذهبت أيضا لعيادة عائلة رومانية. كانت مريضة؟ كلا، كانت محتاجة، فواسيتها وقضيت حوائجها. أحقا تعتقد بإمكانية حكم الشعب باللين والمودة؟ فهمت مقصود صاحب الفخامة ديوكليتيانوس، الحكم بالسيف، ولكن باعتقادي لا يكفي السيف وحده. ولكن يا ماكسيميليانوس، كل يوم نشهد ظهور دين جديد بين الناس، فكيف يمكن القضاء على هذه الأديان بدون سيف؟ الأديان تظهر في كل مكان بالعالم، والحكام يتعاملون معها بأساليب مختلفة، فأحيانا يتعامل الحكام بدراية وليونة معها فيصلون إلى هدفهم، وأحيانا بالسيف. إلا أنني أعتقد بأن للين والمحبة معجزات يفتقدها السيف. تصورك خاطئ يا ماكسيميليانوس، الحكم لن يتم إلا في ظل السيف، ولا وجود للرحمة. الرحمة تقلل فقط من مرارة سم السيف فقط. يا صاحب الفخامة، من الأفضل أن نعود إلى أصل الموضوع. عفوا يا صاحب الفخامة، هل بإمكاني توجيه سؤالا لفخامة ماكسيميليانوس؟ اسأل. العائلة التي عدتها اليوم، أليست عائلة المجرم بلوتونيوس؟ الذي أحرق اليوم لاعتناقه الدين المسيحي؟ الروماني المحتاج يجب مساعدته، والروماني الخاطئ معاقبته. أتعجب منك، أذهبت لمواساة عائلة مسيحي مجرم؟ نعم يا صاحب الفخامة، ذهبت إليهم، ولكن هل يجب معاقبة عائلة بسبب خطأ أحد أفرادها؟ انتبه لكلامي جيدا يا ماكسيميليانوس، أنت تعرفني جيدا وتعلم أن قيمة البشر عندي لا تعادل قيمة حشرة أبدا. أنت زوج ابنتي، ولكنك لست أعز من عيني، وإن كنت لا تدري فاسأل من ابنتي، فهي شهدت كيف قلعت عين الخيانة من حدقتها ورميتها بعيدا. إذا انتبه لتصرفاتك، يكفي أن أشك بمقدار ذرة بأحد، أفهمت؟ ألديك سؤال آخر؟ لا، أريد إرشادك. لو كنت مكانك لأوليت جل اهتمامي للسيدة هيلين ومستقبلها.
لا أفهم، وما علاقة ذلك بك؟ بتصرفاتك هذا تعرضها للخطر، عليك أن تنتبه أكثر لتصرفاتك. وأن تنتبه لكلامك إذ أخذت تتكلم بما هو لا يتناسب مع حجمك. انتبه وإلا ستندم. يعني هل من الممكن أن يكون ماكسيميليانوس من الموحدين؟ لا يمكن تقبل ذلك بسهولة، علينا انتظار الحوادث القادمة. فخامة ماكسيميليانوس. نعم، سمعت القاضي يقول لجوليوس إن أحد الأشخاص كشف ونتيجة التعذيب عن محل اختفاء أدونيا. توقعت ذلك. لا تقلقوا، جالوس ذهب عند أدونيا، لنذهب. من أين علم جوليوس بمكان ذهابك؟ مما لا شك فيه أنه كلف أحدا بمراقبتي. باعتقادك ماذا يعرف عنك؟ من دون شك أنه يعرف أنني وزوجتي لا نعبد الأصنام، ولا أعرف إن كان يدري بأني على اتصال بالموحدين أو لا. إن كان قد شك بك فلما لا يشك بنا؟ لا أعتقد ذلك، فمشكلته مع فخامة ماكسيميليانوس وليس معنا، ويؤسفني أن أقول أنه كان من البداية راغبا بالسيدة هيلين. نعم أعرف ذلك، وكذلك هيلين وديوكليتيانوس، والجميع يعلم أن هيلين أطهر وأرفع من أن تتزوج بمثل هذا الكائن. يجب الحذر منه، إنه مقرب من الإمبراطور، والحقد الذي يكنه لك يجعل غرس أسنانه يصل إلى العظم يا صاحب الفخامة. لا تقلقوا، ليس لديه أي شيء ضدي، وبعون الله لا يحصل على أي شيء ضدي. أتدرون إني كنت أتوقع موقفا أشد من ديوكليتيانوس. لا يتخذ ذلك الموقف ما لم يضطر له، وكما تعلمون فإن استمرار سلطته في فيلادلفيا مرهون بدعم آبائنا له، ولهذا السبب طلب من الإمبراطور أن يعيننا مستشارين له. فخامة الحاكم اسمح لي، القرارات الصحيحة أو الخاطئة يمكن أن ترسخ أو تزعزع قواعد حكومتك. ماكسيميليانوس إضافة إلى كونه صهرك فهو ابن النائب مارسيلوس كبير نواب مجلس الشيوخ في روما ومن المقربين عند الإمبراطور، ومن الصعب اتخاذ أي قرار ضده. صحيح، أعرف ذلك، إلا أن تمرده قد يزيد من وقاحة الآخرين، ولكن إن شعرت بالخطر من جانبه فلن أتأخر لحظة، إنني بحاجة إليه الآن. لقد وصلت. إلى اللقاء. إلى اللقاء، تحرك. أنا لوحدي، أريد أن ألعب مع الأطفال. اهدأ يا ولدي، لقد جاء والدك يا أركميد. مرحبا يا أبتا. لقد كنت اليوم ولدا مطيعا.
أعلم ذلك يا ولدي، بالتأكيد كنت هكذا. تعال يا أركميد، تعال يا ولدي، والدك متعب، اذهب والعب لوحدك، اذهب. ماذا جرى؟ هل حدث شيء؟ بلوتونيوس، أقتلوه؟ نعم، وبأمر والدك. لقد حرقوه أمام معبد أوبولون، وتقرر أن تبقى جثته على المنجنيق لمدة 3 أيام ليكون عبرة للآخرين. إنني أبرأ منه ومن أفعاله، لقد قلت مرارا إنه ليس والدي، فلا تكرر علي ذلك. هالين، أنا لن أحملك مسؤولية ما يقوم به والدك. أنت تعلم جيدا أنني أشعر بالخجل لكونه أبي، وإن كنت أزوره بين فترة وأخرى فمن أجلك أو لإنقاذ أحد، وإلا فإني لا أرغب بزيارته أبدا. قلت لك إنني لا أحملك مسؤولية ما يقوم به، إلا أن جرائمه تمزق قلبي. إن ما شاهدته أنا لا يمكن مقارنته بما شاهدته أنت. اليوم والدك، عفوا ديوكليتيانوس، هددني بأني لو كنت عينه لقلعها. نعم، لهذا الكلام واقع، ومن دون شك أنه ينفذ تهديده. فديتك روحي، تحية لصاحب الفخامة. مهمتك كانت ناجحة يا حسقيل، ناجحة جدا، أحسنت. ولديك الآن مهمة جديدة، أريد أن تراقب أدونيا صانع الجرار، ولا تغفل عنه لحظة واحدة. سمعا وطاعة. ألا تعتقد أن جوليوس لا يقل خطورة عن ماكسيميليانوس؟ ماذا أقول يا صاحب الفخامة؟ نعم يا مولاي، وبالتحديد راقب الذين يتصلون به. سمعا وطاعة يا مولاي. خذ. فديتك يا مولاي. لنذهب. إنه قال لي إنك شاهدت كيف قلع عينه، مما يبدو أنه أشار إلى قضية والدتك. صحيح ما قال، أنا شاهدت. والدتي كانت تسكن إحدى قرى أطراف دمشق، وكافة سكان القرية كانوا قد اعتنقوا الدين المسيحي، وعندما هجم الرومان على تلك المناطق قتل الجميع عدا والدتي. والدتي شاهدت بعينها كيف ذبح جنود دقيانوس أبناء عشيرتها كلهم، وكيف قتلوا والدها ووالدتها. في الحقيقة جمال والدتي حال دون قتلها على يد دقيانوس الذي أجبرها على الزواج منه. أعرف ذلك يا هيلين، لقد سمعت به من قبل. إنك سمعت به، إلا أنني شاهدت ذلك بعيني.
باعتقادك كيف يمكن نسيانه؟ كانت والدتي جريحة القلب وتترصد على الدوام الفرصة للانتقام من ديوكلتيانوس وآلهة الرومان، تترصد الفرصة لأنها كانت مراقبة على الدوام داخل القصر، وبعدما قامت بتحطيم تماثيل الآلهة عدة مرات، تم تشديد المراقبة لاعتقال محطمي الأصنام وحرقهم. وفي أحد الأيام يا مريم العذراء، هذا العمل خطير، ارحمي نفسك. يا سيدتي، لو اكتشفوا أمرك سيقطعونك إربا إربا، لا تفعلي ذلك. لا تقف هكذا، ساعدني. لقد كلفتك بمراقبته يا بريغان، لكنك خنت الآلهة وساعدتها، ولولا مساعدتك لما كانت قادرة على الوصول للمعابد، فعقوبتك الإعدام. إنه ليس مذنبا، لقد أطاع أوامري فقط. اترك. ذنبه هو أنه تجاهل أوامري وأطاع أوامرك أنت. اقتل. هذا جزاء خيانته، والآن جاء دورك أنت، حيث ستحترقين بنيران الآلهة. لا تهددني بالموت منذ ذلك اليوم الذي ذبحت فيه أهلي أمام عيني عند أقدام الأصنام الحجرية وقتلت فيه والدي. قررت الانتقام منك ولا أخاف الموت أبدا. أريد أن أمنحك فرصة أخرى، هل تعلنين أمام أبولون تركك إله عيسى أم لا؟ أنا لا أعبد إلها غير الله، ولا أقر بوجود إله غيره. هل تسجدين لآلهة الرومان وتقدمين لها القربان أم لا؟ اللعنة على آلهة الرومان، اللعنة على الأصنام الحجرية، اللعنة على الإمبراطور المجرم. يا إلهي العظيم، تقبل منا هذا القربان. يا أبولون العظيم، هذا جزاء كل من يخون الآلهة. إلهي، تقبل مني، تقبل مني هذا القليل. إلهي، أودعتك ابنتي، احفظها. إلهي، حطمت الأصنام من أجلك. لقد كانت تحترق أمامي ولا أستطيع عمل أي شيء. إلهي، احشرها مع مريم العذراء، لقد كانت امرأة شجاعة. أنا قلقة عليك أنت، في النهاية
سيكتشف عقيدتك. إنني أرى أحلاما مرعبة، لا أدري ما هو التقدير الإلهي، أنا خائفة. لا داعي لهذا الخوف والقلق، لا تقلقي، مهما يحدث سيكون أحدنا إلى جانب الآخر. مساء أمس رأيت في المنام أن دقيانوس قد قتلك، ولكن بقيت حيا. كان يصرخ بصوت عال وهو يقف بيني وبينك، ولم يستطع أحدنا الاقتراب من الآخر إذ كانت المسافة بيننا كبيرة. أنا كنت شابة وأنت طاعن في السن، شعرت كأنك والدي، فبقيت متحيرة لا أدري أيكما والدي. ولأنه قتلك فقد كان فرحا. أنا خائفة، خائفة. اهدئي يا عزيزتي هيلين، اهدئي، لا تزعجي نفسك من أجل رؤيا، فالله لن يترك عباده الموحدين لوحده. ليس لدي أحد غيرك، وإنك لست زوجي فحسب، بل أنت معلمي ومرشدي ومنقذي، إنك كل شيء بالنسبة لي. لقد رأيت النور معك أنت، ووجدت الأمل معك، وتعمق إيماني بمعاشرتك. لقد كنت مهيئة لدرك هذه القيم، أنا لم أفعل شيئا. أنا أفتخر بك. لقد رأيت في المنام صورة والدتي داخل هذه اللوحة، وعندما شاهدت والدتي شعرت أنني مت، وبقيت أنت متحيرا أتصدق أنني ميتة أم أنني حية في هذه اللوحة. إنني أخاف من هذه اللوحة. لا تؤذي نفسك، لوحة واحدة لا تثير كل هذا القلق. أنزلها من هنا. لا لا، أنا أحب لوحة زوجتي ولن أسمح أن ينزلها أحد من مكانها. إننا قليلون، إذن يجب بذل قصارى جهدنا لتربية وإعداد إخوتنا وكسب أشخاص أكثر للديانة المسيحية. إلى متى يرسلون جماعات جماعات من إخوتنا للموت يا سيدي؟ لماذا يجب أن نسكت؟ باعتقادي أن تحمل المصائب والصعاب المختلفة في هذا الزمان يعد عبادة كبيرة. إن لم تدعو الناس للثورة على السلطة فلن يقع أي صراع بين المسيحيين والروم. ألم يمنعنا سيدنا المسيح من طاعة الظالم؟ لا يحق لك أن تعرض حياة الناس للخطر دون سبب، القدرة بيد الله يمنحها لمن يشاء، إذ لا يوجد هناك مقتدر لم يكتسب قدرته من الله تعالى. الله سبحانه يمنح من قدرته لأنبيائه وأوليائه والصالحين.
من دون أي شك أن قدرة الطغاة إنما هي قدرة شيطانية وليست إلهية، فهل أن قدرة إبراهيم ونمرود وموسى وفرعون وعيسى وهيرود هي واحدة؟ تحية لولي الله. تحية لك يا جالوس. إن شاء الله الأمور على ما يرام. ماذا يفعل عزيزنا ماكسيميليانوس؟ إنه بعثني إلى هنا لأقول لك لقد اكتشفوا محل اختفائك. اترك هذا المكان بأسرع وقت. يعني هل الخطر قريب جدا؟ صاحب الفخامة ماكسيميليانوس لا يحذر بدون سبب. استعجل، يجب عدم إضاعة الوقت. حسنا، اذهب أنت وسأتبعك. يجب أن يذهب هؤلاء ثم أنا. اطلب منهم أن يخرجوا بحذر لعل المكان مراقب. أيها الإخوة، لقد أخبرت الآن بأن المكان لم يعد آمنا. اتركوا المكان بهدوء وحذر، وسنلتقي بعد 3 أيام في المقابر الواقعة خارج المدينة. بأعمالك هذه تعلم الناس أمورا تتعارض مع ما ورد في دين المسيح وتعرض أرواحهم للخطر. أرجو الله أن يهدينا جميعا. لو هجموا علينا هنا وذبحونا جميعا فدماؤنا بعاتق من؟ يجب أن نكون متفائلين بلطف الله، ولا يصيبنا إلا ما شاء الله. يا أستاذ، إن كانت هناك حاجة أنا مستعد للبقاء هنا للحفاظ عليك. لا، اذهب أنت، لا تقلق، أنا أيضا سأترك هذا المكان. في أمان الله. ماذا تفعل هنا أيها الجاسوس؟ لا شيء، أنا كنت ماراً منه. اخرس، سأقتلك لو رأيتك هنا مرة أخرى، أفهمت؟ اغرب عن وجهي، اغرب.